لا ما في على الحلال البحرينية ولا زال لذتها موجودة. موقعها الجغرافي والجوها البارد اللي أعرفه عنهم طيبتهم، يعني لو تطلب منهم أي شيء يعني يخدمونك بعيونهم. هيثم تيمور كان هيثم تيمور. السلام عليكم، اليوم وياكم عبد الرحيم في حلقة جديدة من برنامج الاسطرلاب ولابس زي جديد. خلنا نشوف الناس، تعرف الزي اللي عليه؟ تعرف مال أي بلد؟ طبعا أدري كل الناس بتقول مال أطيب وأفضل وأحسن ناس على قلبي وقلب كل بحريني عمان. ونشوف الناس تفضل الحلوة العمانية أو الحلوة البحرينية. ويش تتحكى عن أهل عمان؟ ويش تتحكى عن طيبة قلب أهل عمان؟ عمري اختصر وتعال. تعرف الزي اللي عليه مال وين؟ ماذا الزي العماني؟ الزي العماني هذا الزي عماني. زي عماني هذا كإماراتي تقريبا. عماني إماراتي يعني إماراتي. هاي إماراتي؟ ها؟ هاي إماراتي؟ بين إماراتي والعماني هذا يعني صاير. يعني وش أنت آخر كلام تقوله؟ آخر كلام عماني. عماني حلو. زي عربي خليجي عماني. عماني مثل عمان. مثل عمان زي العماني. زي مال سلطنة عمان. مال سلطنة عمان. عندك فكرة عن أهل عمان؟ اللي أعرفه عنهم طيبتهم بس، لأني ما زرت عمان إلا مرة واحدة، بس طيبتهم هي اللي مغطية على كل شيء. بس مرة واحدة، وش كان سبب الزيارة لعمان؟ في موسم 2010 كنت رايح بطولة الأندية الخليجية اليد، بس ثلاثة أيام يعني، ودي كان المفروض أروح يعني أكثر من مرة، بس إن شاء الله إن شاء الله السنوات الجاية. وش رأيك في عمان؟ عجيبة. وش كان سبب الزيارة؟ سياحة. سياحة. وين رحت بالضبط؟ صلالة ومسقط. وإيش رأيك فيهم؟ كلش عجيبة. تمام. تنصح الناس إن تزورهم؟ وايد وايد حلوة صلالة بالذات بشكل كبير عجيبة. عندكم معلومات عن عمان؟ واحد منكم زار عمان قبل؟ لا أنا ما زرت عمان. أخوي زار عمان. أخوك زار عمان؟ لا. أبو هاشم عندكم معلومات؟ واحد منكم زار عمان قبل؟ لا لحد الآن ما زرنا عمان. عمي لحد الآن يعني ما زرتونا؟ لا ما زرناكم. عمان طبعا تربطنا بها علاقات وطيدة من شعراء ومن منشدين ومن أفراد، ولكن ربما رحت هير ترانزيت 3 مرات ولكن ما أسعفني الحظ أن أنا أروحها، ولكن عندي فضول كبير أن أنا أروح عمان. كل ما أعرفه عن عمان عن طيبة شعبها. عن طيبة شعبها؟ لا والله ما رحت. كلش؟ كلش ما رحت. زرت عمان قبل؟ للأسف. كلش بويا؟ كلش. إنزين تسمع عن أهل عمان وطيبتهم؟ تسمع عنها؟ نعم نسمع عنهم الكثير ما شاء الله، طيبتهم على الرأس. على الرأس. زرت عمان قبل؟ لا لا. كلش؟ ما سمعت شي عن عمان؟ لا ما سمعت شي. ولا شي سمعت عن عمان؟ يعني واحد وقفته قال أنا سمعت عن حلوة عمان، أنت ما سمعت ولا شي عن عمان؟ يعني مثلا حزار عمان شي؟ سمعت عن كرم عمان. كرم عمان. يعني عن طيبتهم. كرمهم طيبتهم وجودهم. تعطينا بيتين عن عمان؟ انا لابس لك الزي العماني اليوم. والله لو يستحضرني اقصد حافظنهم والله لعيونهم يستاهلون كل خير عمان. والله ما زرت عمان للاسف. عندك فكره عن اهلها وناسها هنا؟ والله اللي نسمع طيبين وبخير وان شاء الله الله يدوم عليهم الصحه والسلامه جميعا. في كلام يقول ان اهل عمان كانوا يشتغلون في البحرين. صح، في كلام وايد سمعنا وكانوا يشتغلون فعلا، وفي ناس مثلا يعني نعرفهم موجودين في البحرين لما زالوا عمانيين كانوا يقولون ابواتهم اشتغلوا في البحرين وهم متعلقوا بالبحرين ما رجعوا مع ان جوازاتهم عمانيه بس ظالين في البحرين. اي نعم. لا مار ولا مره ولا مره. العمانيين كانوا عندنا من قبل هني في البحرين. العلاقات الوطيده بين الشعبين هي اللي جعلت الزيارات. والله عمان متميزه عن الخليج كامل صراحه. العمانيين كانوا قبل في البحرين موجودين يعني وفي علاقه صداقه. ما رحت عمان فما عندي خلفيه عن الاماكن السياحيه المشهوره يعني. تعرف عاصمه عمان؟ مسقط. اخر كلام؟ اخر كلام مسقط. 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 وش تقول عمي؟ في ناس تقول مو مسقط، تقول صلالة. انا نقول مسقط. اكيد مسقط. اكيد بعد خليجي وما اعرف بعد الناس. مسقط عاصمة عمان يعني ما عندي فكرة يعني عاصمة عمان، بس يعني اعرف عن الشعب العماني انه شعب يعني محترم. اسم العاصمة مسقط. 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 وشو؟ مسقط. زين وش رايكم في الحلوى العمانية؟ ما جربناها. سمعت عنها؟ سمعت عنها بس ما جربتها. وش سمعت عنها؟ نفس البحرينية. نفس البحرينية؟ نفس البحرينية. في ناس تقول أفضل.
لا ما في على الحلال البحرينية. ما في. يعطيكم العافية ومشكورين. أنا أكلنا منها أقول مو سمعنا سبيشل صراحة، يعني نوعية فوق المتصور، كلش ممتازة. الحلوى العمانية تمثل يعني أحسن طبقة ممكن في الحلوى الخليجية. لا لا نقرأ الحلوى خش حلوى وايد تمام. يعني عجيب حلوى ممتازة. إنزين في ناس تقول إن الحلوى العمانية أفضل من البحرينية بواجد. أنا أكلت منها صح كلامك، لأن العمانية مهما ظلت حتى لو تظل لها 6 أشهر، وأنا أكلت فيها في الحج، كانوا عمانيين يانا في الحج ومد يعني عندنا جبتها من عندهم أنا على طوس قصار مدة طويلة ولا زال لدتها موجودة. ممكن البحريني موجود لدته بس ممكن ما يطول واجد، يعني مو مدة طويلة ياخذ، يعني عقب شهر شهر وشهر خلاص، لكن العمانية تاخذ لها حتى 6 أشهر. لا أنا أشوفها يعني، لا أنا بالنسبة لي لا، يعني بالنسبة لي الحلوى البحرينية أفضل من العمانية. أحسن من العمانية بواجد. إي أكيد. أنا عندي للبحرينية، جربتهم ثنتين هم، وجربت أحسن نوع في الحلوى في البحرين وأحسن نوع في الحلوى في عمان، بس عندي البحرينية أحلى. البحرينية أحسن بواجد. البحرينية أحلى. البحرينية يعني ما في حمرة. والله على قولتهم كل واحد، ما حد يقول لبني حامض. بحرينيين يقول حلوانا أحسن، والعمانيين يقول بس حلوى عماني يعني يمكن العمانية أحسن من البحرينية. يمكن شوي بسبة الدهن أقل، يمكن إحنا عندنا الدهن هني هالبلوى اللي أدينا على هالمائدة ولا ذاك، يعني هناك أفضل أن يمكن تقريبا. والحلاوة الشيرة بعد شكلها أقل، إحنا حتى حلوى البحرين مو الكل يسوي حلوى، يعني عندك الطعمان أفضل تقريبا، يعني أقل شيرة وأقل زيت ودهن على قولتهم. الحلوى يعني طيحوا البحرينية طيحوها. ممكن تكون الحلوى البحرينية، الحلوى البحرينية والحلوى العمانية متقاربين على أي حال، أنا أشوفهم أنهم متقاربين. يمكن العمانيين متميزون أكثر في بعض الخيل الأفكار الجديدة يعني في العملية. فأنت يعني تقول العمانية أفضل؟ يعني مو أفضل بوايد، لأن البحرينيين بعد ما شاء الله قاعدين يسوون هذا، يعني فنتينهم أساطير. هو الناس أذواق، بس يعني أنا بعد أفضل حلوى العمانية على البحرينية. أفضل العمانية على البحرينية. لا غلطان، بحرينية أحسن. يعني أنت ويا البحرينية. إيه نعم. والعمانية لا. لا عمانية أوكي، بس البحرينية بس أحلى. البحرينية أفضل. إيه نعم. وإيش العملة العمانية؟ الريال أعتقد. الريال. 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 العملة ريال. الريال. الريال. الريال كأنه. الريال. كأنه أكيد. يبين لي أكيد. يبين لك أكيد. العملة الريال. في ناس تقول الدينار. لا ريال. آخر كلام. آخر كلام. وتمثل الدينار البحريني، الريال العماني يمثل الدينار البحريني. تعرفون اسم السلطان الحالي في عمان؟ هيثم. هيثم. هيثم وين؟ هيثم بن طارق. شنه؟ بن طارق. هيثم بن طارق. أيه. ما أعرف اسمه بصراحة. يعني قابوس الله يرحمه. الله يرحمه قابوس. زين في غيره؟ ما أدري. كلش ما تعرف؟ فكرة كلش. ما عندك فكرة كلش؟ عقب ما رحل قابوس رشح بداله السلطان، ولكن حاليا غاب عني اسمه. كلش ما تعرفه؟ شكليا اعرفه، اسمع قريته يعني، ولكن حاليا مو قادر استذكر. وايش رايك اللي يقول لك طارق هيثم؟ طارق هيثم اعتقد. طارق هيثم اكيد. طارق هيثم اتوقع. مو عكس هيثم. طارق هيثم. هيثم طارق. هيثم بن طارق. هيثم بن طارق. والسابو سلطان قابوس. سلطان قابوس. والله كان توهق رغم اني قارين وشايق قبل يمكن. حتى انا مر علي صورته كانت كذي طايفه عليه رمضان يعني، وصيام وتعرف يروح التعب ومؤثر للصيام. الانستغرام اول ما استلم وما ادري شنو وهذاك يعني شفناه حتى التواصل الاجتماعي وصلتنا رسائل فيديوهات وكذي طافت عليه في الانستغرام. بس ما يحضرك الحين وقت الشيء نفس الشيء اللي يضيع من عندك الدوره. وقت اللي الدوره ما تشوفه بعدين تشوفه. الشيء اللي تبيه في نفس الوقت ما يحضر. هيثم. هيثم بن طارق. نعم. السلطان حالي طارق. رايح عن بالي أنا. السابق شنو اسمه؟ طارق. راح عن بالي. نعم. قابوس. الحالي. ما أنا متذكر النزال. أنا قاعد أسمع حد يقول هيثم ما أدري وش تحت، بس ما قاعد أسمع من هناك من الكومنت قاعد يقول هيثم. هيثم. هيثم وين؟ تيمور كان. هيثم تيمور. هيثم هو بس ما أتذكر اسمه الثاني وش.
ما أدري وش.